أدانت محكمة في مدينة تولون الفرنسية شركة توفي رينلاند الألمانية لمنح ترخيصا لإحدى الشركات الفرنسية لصنع حشوة ثدي من السيليكون زرعت لأكثر من 400,000 امرأة حول العالم، تبين فيما بعد أنها رديئة الصنع. وقالت المحكمة أن الشركة الألمانية أخفقت في الوفاء بالتزاماتها بالتفتيش واليقظة، وأمرت بدفع قيمة الخسائر لمجموعة موزعي الحشوة وللنساء التي استخدمناها. محامي ضحايا قال لقد تم توزيع هذه الحشوات لمدة 15 عاما. إن الشركة الألمانية أكدت أن هذه الحشوة لا تعرض صحة الإنسان للخطر، وبدون رقابة ودون متابعة قاموا بالاستعانة بشركة أخرى لم تكن مخولة بصناعة هذه الحشوات. هذه القضية منفصلة عن القضية الجنائية الأخرى المرفوعة ضد جون كلود ماس وأربعة مسؤولين تنفيذيين سابقين في شركة PIP الفرنسية، والتي حصلت على توكيل التصنيع من الشركة الألمانية. محامية الشركة تقول لا، هذا القرار يتعارض مع عناصر القضية وهو مغير لما طلبه المدعي العام في تولون وضد ما قاله المحققون في مارسيليا. إنهم يبحثون عن شخص يدفع المال، أنا مظلومة حقا. ويواجه ماس والمسؤولون الأربعة عقوبة السجن لمدة 5 أعوام لقيامهم بصناعة الحشوة من مادة السيليكون رديئة الجودة، ما يجعلها عرضة بصورة أكبر للتلف. حين أكدت الشركة الألمانية أن دورها يقتصر على كشف الأخطاء غير المقصود من قبل الشركات وليس الغش المتعمد.